نقشت طبعة الحيوانات على الملابس من الطبعات اللي ما تبطل مودتها، ودائما نشوف دور عروض الأزياء بتجديد مستمر لهذه الطبعات بإضافة الألوان أو حتى دمج الطبعات مع بعضها. التنسيقات لليوم حبيت أنسق لكم هذا التوب بطبعة الفهد، ومثل ما تشوفون بألوان الصيفية بثلاث إطلالات مختلفة، أتمنى تعجبكم. أول إطلالة لليوم تعتبر إطلالة ترندي وعلى الموضة، نسقت التوب اللي تشوفوه بطبعة الفهد مع ألوان بلون الأزرق والأحمر والأصفر مع بنطرون بأرجل واسعة بلون الأبيض. لازم يكون البنطلون الأبيض قطعة أساسية عندنا موجودة بخزانتنا في فصل الصيف، كلش راح نحتاجها لأنه نقدر نعتمدها بأكثر من إطلالة. فنسقت البنطلون الأبيض مع هذا التوب، وأيضا لبست معاهم صندل بكعب عالي بلون الأزرق اللي أخذت اللون من نفس لون الأزرق الموجود بالتوب، فحتكون هيك إطلالة ترندي وعلى الموضة، وأيضا إطلالة فريش صيفية. الإطلالة الثانية فهذا التوب اعتمدته بإطلالة رسمية، إطلالة عمل، إطلالة يكون عندي اجتماع، لبست معاها بدلة كاملة بلون الأسود مثل ما تشوفون، بنطلون بلون الأسود مع جاكيت بليزر بلون الأسود، ونسقت معاهم أيضا كعب عالي بلون الأسود. هيك إطلالة تعتبر إطلالة عملية، وحلو إنه كسرنا اللون الأسود بهذا التوب اللي بيه ألوان، فتكون إطلالة أنيقة ورسمية ونقدر نعتمدها كإطلالة عملية. أما الإطلالة الأخيرة فتعتبر إطلالة كاجوال شيك، نسقت هذا التوب مع بنطلون جينز بأرجل واسعة، نسقت معاهم أيضا صندل مفتوح بلون الفوشيا، ولون الفوشيا موجود أيضا بلون التوب، فحتى تصير إطلالة ترندي وأيضا إطلالة ملونة وترهم كلش للصيف. الإطلالات نقدر أكيد نغير بها بتغيير تسريحة الشعر، المكياج المناسب للإطلالة، وأيضاً الجنطة، وأقدر أيضاً أغير بالحذاء إذا أقدر ألبس بدل الكعب حذاء رياضي أو صندل يكون من غير كعب. تفيدنا هاي الإطلالات للصيف وتكون مريحة وأيضاً عملية وملائمة لأجواءنا الصيفية. أتمنى عجبتكم هذه الإطلالات، وأكيد انتظروني بإطلالات جديدة ببرنامج كهرمانة.